بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن المحاضرة الأولى من الدارك روم، الغرفة. ايه هو تعريف الغرفة المظلمة؟ definition of dark room: a place where necessary handling and processing of the film can be carried out safety and efficiency without hazard of producing film fog. يبقى هو مكان ضروري جدا ان هو يبقى موجود ومتوفر بمواصفات معينة علشان اقدر اتعامل فيه مع الفيلم بطريقة آمنة وكافية وبكفء، بحيث ان انا امنع حدوث اي معوقات او ضباب على الفيلم بتاعي بتاع الاكس راي، عن طريق ان هو يتعرض لضوء او اكس راي باي اكسيدنتال اكسبوجر تو لايت اور اكس راي، او ان هو اوركشوب يوزد باي فوتوغرافر وركينج ويز فوتوغرافيك فيلم to make print and carry out other associated tasks. يبقى هو مكان بيستخدم بواسطة مصورين الأشعة علشان يصور فيلم ويتعامل مع تحميضه وطباعته أي مهام أخرى لي. أو it is a room that can be made completely dark to allow the processing of the light sensitive photographic material. يبقى هي غرفة لازم كلها تكون مظلمة علشان تتيح التعامل مع الأفلام أو المواد الحساسة للضوء including الفيلم and الفوتوغرافيك بيبر. الدارك روم لي أوت مواصفاتها: latent image produced when a radiographic film is exposed to a beam of X-ray then can be visualized and examined only after the film had been suitably produced in dark room. يبقى بنقول الصورة المخفية اللي هي بتبقى موجودة على فيلم الاكس راي اللي تعرض لي الاكس راي لايت لضوء الاشعة العادية، اقدر اشوفه واظهر الصورة المخفية دي في الغرفة المظلمة باستخدام مواد معينة. It is essential that the dark room should be suitably constructed for the processing solution to be suitable, maintained and used. لازم الغرفة المظلمة بتاعتي تصميمها يكون بطريقة معينة ومخصصة، بحيث ان انا اقدر اتعامل فيها مع المواد الكيميائية الخاصة بالتحميض. الروم اول حاجة should be set aside as a permanent dark room. الأوضة لازم تكون في مكان في اسم الأشعة ضامن ان هو مش هيوصل له لا شمس ولا ضوء. Ideally with the floor area of not less than 8 × 6 feet. المساحة بتاعتها ما تقلش عن 8 × 6 قدم اللي هو 2.6 × 2 متر. 1.6 ملي متر lead is the correct thickness of lead required to shield wall adjacent to the radiographic room. بنقول ان سمك طبقة الرصاص اللي احنا هنبطن بيها أوضة الدارك روم اللي هتبقى ملاصقة لغرفة الأشعة 1.6 ملي متر. The room must be capable of being made completely light proof. الأوضة لازم تكون مصممة ان هي غير نافذة للضوء. It should not be dampened or subjected to extreme of temperature. لازم ما تكونش رطبة وما تتأثرش بدرجات الحرارة العالية، يعني ما تكونش الشمس مثلا ضربة فيها طول النهار. بعد كده لازم يكون عندي water and electrolyte outlet source، لازم يكون عندي فيها مصدر للكهرباء وللمية. A room should be set aside as a permanent dark room with sufficient space to accommodate a dry bench, wet bench and sink. الأوضة بتاعتي لازم تكون مصممة ومساحتها زي ما احنا قلنا قبل كده، بحيث ان انا اقدر احط فيها بنش بنسميه dry bench، ده بنش جاف، والبنش التاني الويت بنش ده الرطب، مش بمعنى كده ان هو رطب او مبلول، لا، لان احنا هنحط عليه التنكات بتاع الاحماض، والسنك اللي هي
التنكات اللي انا هشتغل بيها. Too large room is undesirable as small room، لا انا عايز الاوضه كبيره قوي ولا صغيره قوي. الدارك روم شود بي نير ذا اكس راي اكزامينيشن اريا، لازم الغرفه المظلمه تكون جنب اوض الاشعه، ما ينفعش دي تبقى في دور ودي في دور، ما ينفعش دي تبقى في اول الدور ودي في نهايته، لازم تكون قريبه من اوض الاكس راي. الروم ماست بي كيبل اوف بين كومبليتلي لايت بروف زي ما احنا قلنا قبل كده، علشان احافظ على الفيلم ان هو ما يتعرضش للضوء فيبتدي الفيلم بتاعي يضبب، وفي نفس الوقت لازم تكون فنتليتد، التهويه بتاعتها كويسه. طب ازاي التهويه كويسه واحنا بنقول ان الاوضه لازم تكون ضلمه ما يدخلهاش الضوء؟ لازم يكون عندي فيها شفاط او اير كونديشن يحافظ لي على ان الاوضه ما تبقاش لا حر ولا برد قوي، عن طريق تجديد الهواء بالشفاط اللي بيتحط في مكان معين غير مقابل او غير مواجه للافلام وتنكات التحميض. الاوضه بتاعتي لازم ابني تبقى مبنيه من سوليد كونكريتد، من خرسانه، الخرسانه دي سمكها 15 سنتي، ولازم يكون عندي جوه الاوضه زي ما انا عندي تنكات هحمط فيها، لازم يكون عندي بوكسات احفظ فيها الافلام اللي انا حمطتها والافلام اللي انا لسه ما استخدمتهاش عشان امنع تسريب الضوء اليها. الوول، الجدار والروف والسطح should be painted by white or cream enamel، لازم ادهن الاوضه والسقف بتاعي ماشي باللون الابيض او الكريمي، ده بيساعدني على ايه؟ reflection of السيف لايت في الاوضه، انعكاس السيف لايت في الاوضه، فيبقى في مصدر اضاءه امن انا شايف بيه. اكس راي روتيتور وارنينج لايت ان ذا هول واي سويتشد اون ماست بي فاوند، يعني ايه؟ لازم يكون عندي لمبه وارنينج لايت، ضوء المظهر، المنذر اللي هو اللمبه الحمراء، لازم تكون موجوده عندي على باب الاوضه بحيث ان انا اقيدها اول ما باجي اشتغل في التحميض علشان ما حدش يفتح عليا الباب فجاه فيبوظ لي الفيلم اللي انا شغال عليه. الاكويبمنت، الدارك روم اكويبمنت، ايه هي محتويات اوضه الدارك روم؟ عندنا ثلاثة اساسيين، الانلارجر او التانك، الباس كونتيننج كيميكالز، والرننج ووتر، الميه الجاريه، الاحواض اللي فيها المواد الكيماويه، والانلارجر او التانك اللي انا هحط فيه احماض. الويست ووتر تريتمنت اند ميثود اوف انستليشن، ازاي بحضر الاحماض بتاعتي؟ عندنا شركات كتيره جدا، ميني كومبانيز، هي اللي بتنتج لنا المواد بتاعه التحميض سواء احماض المظهر او احماض المثبت زي الكودك، الفوجي، الكونيكا، الاكما، وكل واحده بتنتج لي ابيرنس المظهر والفيكسر او الانستليتر اللي هو المثبت. طيب الابيرنس ده عباره عن ايه؟ عن 3 جروب، A وB وسي. ايه ده؟ بيبقى 5 لتر، وبي وسي بيبقى 1 لتر. الانستيلر او الفيكسر بيبقى نوعين، A وB، الـ A بيبقى 5 لتر والـ B بيبقى 1 لتر. الاسيد سينسيس ميثود، ازاي بحضر التحضيره بتاعتي؟ بقى انا عرفت ان عندي مظهر ومثبت، والمظهر عباره عن 3 جراكن، واحد كبير واثنين صغيرين، والمثبت عباره عن جركنين، واحد كبير واحد صغير. بنقول اول حاجه هجيب الانلارجر او التانك او الباسين بتاعي واحط فيه حوالي 20 لتر ميه، بعد كده ابتدي احط الفلويد بتاعي جوه الميه، ولازم يكون عندي آلة بحرك بيها الميه عشان ادوب فيها الاحماض كويس. يبقى عندي تانك سعته 20 لتر، عندي فيزلز ازايز هبتدي ازود اعبي بيها واحط بيها الفلويد على التانك، وعندي حاجه هقلب بيها. الابيرنس اوف الديفلوبر، ازاي بحضر المظهر؟ هجيب 13 لتر ميه،
واحطهم في التانك بتاعي، وبعدين اضيف عليهم الجيركن رقم واحد اللي هو 5 لتر بالراحة، واقلب كويس، ومع تمام الذوبان هقوم حاطط السوليوشن بي وبعدين السوليوشن رقم سي. طب الانستير او الفيكسر بردك التانك اللي عندي اللي احنا قلنا ساعته 20 لتر، هحط 13 لتر مية، وبعدين هحط السوليوشن رقم واحد وابتدي اقلب، بقلب بم ايه لاما حاجة خشب لاما حاجة ستانلس ستيل اللي هي مش هتتفاعل مع الاحماض. وبعد ما حطيت السوليوشن ايه على المية وقلبت كويس، احط السوليوشن رقم بي. لازم اخلي بالي، زمان احنا كان عندنا المزر والمثبت اللي هي الاحماض بي، لاما كانت ليكويد سايلة لاما كانت بودر. البودر دلوقتي ما بقتش موجودة. لما اجي اغير التحضيرة بتاعتي change the acid، لازم اخد تيك كارت، لازم اخد حذري ان انا امنع تلوث الفيكسر بالديفلوبر. رقم 3، it is preferable to watch the acidification device with the bully at each change of acid. من يفضل ان انا قبل ما اغير التحضيرة بتاعتي بعد ما فضيت القديمة اغسل التنكات بتاعتي بالفرشة علشان اشيل اي ترصيبات احماض عليها. رقم 4، always cover solution of the appearance. لازم اغطي المزهر بتاعي. ليه؟ علشان امنع اكسديشن، تاكسده مع الهواء. لو اتاكسد مع الهواء هيكون لي طبقة فوق سطح الابيرنس، فالطبقة دي هتبتدي تعمل لي ارتفاكت على الفيلم، وفي نفس الوقت تقلل العمر الافتراضي للمزهر بتاعي. طب لما اجي اشيلها بشيلها ازاي؟ بحديها، بحط عليها، بوجه لها طيار هواء فيبتدي يركن لي الطبقة الأكسدة دي في الجنب وبعدين اشيلها. طيب التايم بتاع الابيرنس بتاعي 7 the time necessary for the first appearance of the image to appear on the film. لو انا حبيت احسب الوقت اللي هتظهر به الصورة بالظبط هلاقيه ان هو قد ايه؟ 7 اضعاف الوقت اللي خدته الظهور الاول للصورة. بمعنى انا حطيت الفيلم وهو لونه اخضر او لونه ازرق في قلب التانك، وقعدت احسب كده، عد عليا 1 2 3 4 5 ورفعت، لقيت لسه اخضر زي ما هو. استنى، رفعت بعد 7 ثواني لقيت الفيلم ابتدى، الصورة ابتدت تظهر، اسيبه قد ايه؟ اضرب في 7، يبقى انا هسيبه 49 ثانية كمان في التحميض عشان الصورة تكتمل ظهورها. الايدل تمبريتشر للسوليوشن بتاعي عند 20 درجة، وكل ما درجة الحرارة زادت كل ما قلل لي وقت الظهور الصورة، بس ده بيخليني الفيلم بتاعي يتلف لنتيجة الحرارة العالية. فكل حاجة وليها حسناتها وليها سيئاتها، فبنقول الايديال 20 درجة بتاعة السوليوشن بتاعي. لو زادت يبقى أنا عارف إن الزمن ظهور الصورة هتزيد، بس هيبقى عندي حاجة تانية هتبوظ، المادة الجيلاتينية اللي في فيلم الإكس راي. أقصى درجة حرارة تبقى سيف للسوليوشن بتاعي وللفيلم بتاعي 25 درجة. لو وصلنا ل 28 الجيلاتين لير بتاعة الفيلم هتنفخ والفيلم بتاعي باظ. طب لو الحرارة قلت عن 10 درجات، تمام، الصورة ساعتها مش هتظهر. الفاكتور افكتنج التايم ريكوايرد فور ذا ديمونستريشن بروسيس، في عندي عوامل بتاثر لي على عمليه التحميض. اول حاجه الاكتيفيتي اوف ذا ابييرنس سوليوشن، الاكتيفيتي درجه نشاط محلول الاظهار بتاعتي، دي معتمده على ايه؟ درجه القلويه بتاعه المزهر الالكاليتي. الابييرنس او الديفلوبر تمبريتشر، احنا لسه قايلين لا احنا عايزين الحراره تعلى قوي ولا تقل قوي. الموفمنت اوف ذا اكس راي فيلم ديورنج الابيرنس بروسيسنج، لازم اقلب الفيلم بتاعي وانا حطه في قلب المزهر. ليه؟ ده بيساعدني على اظهار الصوره بطريقه اسرع، وان انا اتخلص من الاملاح اللي موجوده على الفيلم. الكونسنتريشن ديجري اوف ذا ابيرنس، تركيز الابيرنس، كل ما الابيرنس بتاعي كان جديد ولسه متحضر طازه زي ما بنقول، كل ما الصوره بتظهر احسن. كل ما الابيرنس بتاعي يبقى مجهد واستعملناه كتير، كل ما الصوره بتاعتي تبقى وحشه والفيلم بتاعي يبقى مضبب. خامس حاجه التايب اوف ذا فيلم، بنقول ان الهايلي سنسيتيف فيلم
بيبقى عملية الإظهار فيه والتثبيت أسرع من الفيلم الإنسنس. Causes of exhaustion of the solution appearance. إيه هي أسباب إنهاك حمض المزهر؟ أول حاجة الـ appearance concentration is reduced by the oxidation caused by the reaction of the processing of the appearance with the exposure air. إيه اللي بيخلي الـ appearance بتاعي يبقى مجهد؟ أول حاجة التركيز والconcentration بتاعته قلت نتيجة إيه؟ الأكسديشن، الأكسدة. نتيجة إيه؟ الأكسدة إن أنا سايبه معرض للهواء، عشان كده قلنا لازم أغطيه. طيب هي ممكن تركيزه يقل لسبب تاني غير ان انا مغطيتهوش وحصل له اكسديشن؟ الفايبريشن، التبخر، ان هو يتبخر فالكميه بتاعته تقل فتركيزه يقل. تاني حاجه الديجري اوف الكالينيتي، درجه القلويه بتاعته. لو درجه القلويه بتاعته قلت تركيز الحمض بتاعي هيقل. ليه؟ ليه القلويه بتاعته هتقل؟ لانه بيتفاعل مع المادة اللي مكونة فيلم الأشعة، فبتخلي تركيز الهيدروجين مولوكيول في الأبيرانس عالي، فبالتبعية القلينيتي بتاعته القلوية بتاعته بتقل. تالت حاجة اللو كونسنتريشن اوف بريسرفيتيف. بريسرفيتيف ده مادة بتساعد على تثبيت الأحماض بتاعة الأبيرانس، فلو قل التركيز بتاعها الايه الأبيرانس بتاعها هيبقى اكسهوستد. رابع حاجة increase of molecule of bromide، ده اللي موجود على الفيلم وده اللي بيتفاعل مع الاكس راي. كل ما تركيزه زاد كل ما الconcentration بتاع الابيرانس قل، فيبتدي يترسب على هيئة املاح في قعر التانك بتاعي. رقم خمسة size of the solution بيقل، قلنا هيقل بنتيجة ايه؟ حاجتين، لاما الووتر evaporation اتبخر تمام، لاما انا استخدمت افلام كتيرة او ان انا مغطيتش سطح الابيرنس بتاعي فابتدى يحصل له اكسده فتركيزه يقل. يبقى التركيز قل نتيجه الاكسديشن، الالكالينيتي القلويه زادت، الكونسنتريشن بتاع البريسرفيشن بتاعي قل، مولوكيول البروميد تركيزه زاد، حجم السوليوشن قل، لاما عن طريق التبخر لاما عن طريق استخدام افلام كتير. وانا بشيل الفيلم بيتشال معايا كام نقطه تانية موجودين متعلقين بيه، اجي اشطفه مره على مره على مره هيقل حجم المزهر بتاعي. طيب الكرايتيريا اوف اكسهوستد ابيرنس بقى ازاي اعرف اني الابيرنس بتاعي ده خلاص اجهد؟ اول حاجه بتاعتي الكلر بتاعه بقى تربد او اوبيك، بقى معكر او مغير. الديجري اوف فاريشن بتقل، ما بقتش قادر وانا بحمض الفيلم ان انا ارفعه واقول النقطه دي بيضه والنقطه دي سودا. التايم انكريزنج فور ابيرنس، الوقت اللي بتاخده الصوره عشان تظهر بيزيد. يبقى انا كده عرفت العوامل اللي بتادي الى ديكريز الكونسنتريشن، وعرفت هعرف منين ان الابيرنس بتاعي ده بقى اكسهوست. طيب الريفريش ابيرنس اكتيفيتي ازاي اعمل ريفريشمنت ليها؟ ازاي اعمل له ريبرانشر؟ الريبلينشر ده حاجة محفزة بترجع تنشط لي تاني المظهر بتاعي، وبيبقى كل شركة وليها ريبلينشر خاص بيها. فايدة الريبلينشر ده ايه؟ فايدة الريبلينشر ان هو بيزود لي الالكالينيتي القلوية بتاعت المظهر، في مادة انتي بريسبريتد فبتتفاعل مع البروميد فتحولها لبوتاسيوم بروميد، فبالتالي الاملاح اللي بتترسب وتقلل الكونسنتريشن دي بتبقى قليله. وتالت حاجه ان هو فيه ريديوسنج سبستانس، مواد مختزله زي الميثانول هيدروكوينون والفينادون. ده مواصفات ومزايا البلانشر بتاعي. ملحوظة عندنا زي ما قلت لكم كل شركة وليها الريبرانشر الخاص بيها، ما ينفعش اجيب ريبرانشر بتاع شركة لشركة تانية، ما ينفعش اخد بتاع الاكمل للفوجي، ما ينفعش اخد بتاع الفوجي للكودك وهكذا. علشان اعيد استخدام الابيرنس وازود الاكتيفيتي بتاعته لازم الكمية اللي انا هنقصها قد الكمية بالظبط اللي انا هزودها. مع الوقت
البروسيس دي هتبتدي تبقى بروسيس بتاعة الابيرنس بتاعة الإظهار هتبتدي تقل، فتعمل لي ارتفاكت وفوج على الفيلم، فالكونتراست بتاع الفيلم هتقل ويبتدي بقى يطلع عندي ايه شادو، ظل، ظل يا اما ظل ملون يا اما ظل ابيض واسود. الحاجات دي تقول لي ان خلاص المظهر بتاعي ده ما ينفعش اعمل له تحفيز او ريوز، فلازم يتغير. تمام. الفيكسنج تايم، ايه هو الفيكسنج تايم؟ It is the time required to complete the three chemical processing. هي الوقت اللي لازم علشان اكمل التلات عمليات الكيميائية الخاصة بالتحميض، وبياخد حوالي قد ايه؟ 15 منت until the salt attached to the film has melted completely، لحد ما الاملاح اللي لازقة على الفيلم يحصل لها ايه؟ ذوبان كامل جوه المية. And not deposit on the film afterward in the form of crystal، وما ترجعش انها تترسب تاني على الفيلم فتعمل لي كريستالات على الفيلم بتاعتي وبوظ الصورة. او هو التايم required for the film to be fixed is twice the time the film taken to become transparent، او هو الوقت اللازم لان الصورة بتاعتي تبقى ثابتة، ودي اللي احنا بنقول عليها الوقت اللازم لان الصورة بتاعتي تبقى شفافة. شايف البون، شايف السوفت تيشو، وشايف بقيت مكونات الصورة بتاعتي. الفيكسنج تايم از ايكوال تو ذا تايم اوف كليرنج، وقت التثبيت بيساوي وقت الاظهار. بمعنى خلاص انا الصورة بتاعتي بقت واضحة، عارف اجيب قلم وارسم الحاجة اللي عليها، فهو ده التايم اوف كليرنج اللي بيساوي التايم اوف فيكسنج، اللي هو التايم المطلوب لان الصورة بتاعتي تبقى ترانسبيرنت، الفيلم بتاعي يبقى شفاف، بدل ما كان وهو فيلم خام ازرق او اخضر وبعدين حطيته في المظهر والمثبت فابتدى الصورة بتاعتي تظهر نتيجة تفاعل الاحماض مع الاكس راي ويطلع لي صورة لو انا حطيته الفيلم قدام الضوء هيعكس لي الضوء، فده اللي بنقول هو ده الترانسبيرنت، الشفافية بتاعت الرقم بي. لازم اخلي بالي زمان احنا كان عندنا المظهر والمثبت اللي هي الاحماض بي، لا اما كانت ليكويد سايلة لا اما كانت باودر. الباودر دلوقتي ما بقتش موجودة. لما اجي اغير التحضيرة بتاعتي change the acid، لازم اخد تيك كارت، لازم اخد حذري ان انا امنع تلوث الفيكسر بالديفلوبر. رقم 3 it is preferable to watch the acidification device with the poly at each change of acid، من يفضل ان انا قبل ما اغير التحضيرة بتاعتي بعد ما فضيت القديمة اغسل التنكات بتاعتي بالفرشة علشان اشيل اي ترسبات احماض عليها. رقم 4 always cover solution of the appearance، لازم اغطي المظهر بتاعي. ليه؟ علشان امنع اكسديشن، تاكسده مع الهواء، لو اتاكسد مع الهواء هيكون لي طبقة فوق سطح الكوزس اوف اكسهوستد سوليوشن فيكسر. الفيكسر امتى ليه هيبقى اكسهوستد؟ نتيجة ايه؟ نتيجة زيادة عدد الافلام اللي انا بحمضها. تمام؟ يبقى كل ما زاد عدد الافلام اللي انا بحطها في قلب المثبت بتاعي كل ما بقى المثبت بتاعي مجهد. ده ليه؟ علشان اول حاجة زيادة الكونسنتريشن اوف ذا سيلفر سولت، تاني حاجة الكونتينوس رياكشن، التفاعل المستمر بين معدن الفضة اللي نزل من الفيلم وبقى مترسب في قلب التانك بتاع المثبت مع المثبت نفسه. يبقى كده حصل عمليتين كيميائيتين، واحدة مع المظهر والفيلم، وواحدة مع المظهر والأحماض اللي نزلت من الفيلم. استمرارية العمليتين دول بيخلوا الفيكسر بتاعي بقى اكس هوستد. تالت حاجة الديلوشن، التخفيف. ما هو الفيلم بتاعي ده قبل ما انا بحطه في المظهر بحطه في المية علشان اشطفه من المظهر،
فارجع عشان احطه في المثبت. لو انا ما استنيتش على الفيلم ان هو كل نقط الميه تنزل منه والفيلم بتاعي ما يبقاش بينقط، وحطيت الفيلم بتاعي بميته في قلب الفيكسر، فده هيخلي محلول الفيكسر ديليوتد خفيف. بعد كده الهوت اير، درجه الحراره، درجه الحراره لما بتزيد بتزود عمليه التفاعل بين الفيكسر او الاستابولايزر مع املاح الفضه اللي موجوده على الفيلم. وكده المحاضره الاولانيه بتاعتنا خلصت. اتمنى ان انا اكون عرفت اوصل لكم بدايات الدارك روم بتاعتنا، وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم بقى عن الفيلم وازاي نحضر وازاي نجفف الفيلم باذن الله. بالتوفيق.